واش الدراري معاكم سيمو في ام بي اي بالدارجه؟ شنو اللي غتكون مخصصه الام بي اي بالمغربيه؟ كي تعتبر الباسكتبول الرياضة الثانية الأكثر شعبية في الأمريكان من بعد البيسبول اللي هي الام ال بي، وعاد كيجي من بعدها الرجبي الان اف ال والهوكي الان اتش ال والام ال اس اللي هي الفوتبول اللي عندنا هنايا في المغرب. ولكن خلينا مع هادشي كامل اجي نهضروا على فوقاش بدا الام بي اي وشكون هو المؤسس ديالو وشحال الفرقة كانت في الام بي اي وشنو كانت سميت الام بي اي من قبل. الام بي اي بدات في 6 جوان 1949 بعد الحرب العالميه الثانيه بالاسم ديال بي اي اي الجمعيه الامريكيه لكره السله. كان عندهم 11 فرقه وكيلعبوا 60 ماتش من غير بلاي اوف. المنافس ديالهم ديك الساعه كانت الان بي اي البطوله الوطنيه لكره السله اللي بدات 1935 وكانت عندها 38 فرقه. واخا كانوا قدام على البي اي اي ما كانوا محصورين في الغرب الاوسط الامريكان وكانوا امكانياتهم ضعيفه، كانوا كيلعبوا في التيرانات ديال المدارس وفي البول روم اللي هي قاعه الحفلات المغربيه. 1 نوفمبر 1949 اول ماتش غادي يتلعب في الام بي اي اللي هي البي اي اي ديك الساعه استضافته كندا في ملعب سميتو مابل ليف جاردنز في تورونتو. لعبت فيه تورونتو هاتسكيز ضد نيويورك نيكس بوكرز. التيكت كان دايره 75 سنت دولار فاصله 5 سنت وحضروا لي 7090 متفرج غير اللي كيفهموا شويه في الباسكت، وربحت فيه نيويورك نيكس 68-66 وكانت اول بطوله واخر بطوله لتورونتو هاتسكيز. التيكت كانوا دايرين لهم الا كنت طول واحد اللعاب في هاتسكيز في 2.8 متر تدخل الماتش بيليكي. اول سله في الام بي اي ماركتها نيويورك نيكس بوكرز واللي ماركاها سميتو او سي شاكتمان. اول بلاي اوف فاينلز لعبت بين شيكاغو ستاغز من جهه الشرقيه وفيلادلفيا واريورز من جهه الغربيه اللي هي الجولدن ستيت دابا، وربحت فيها فيلادلفيا واريورز 4-1 وكانت اول فرقه كسبت البطوله ديال الام بي اي. شيكاغو ستاغز كانت اول واخر بطوله غادي تلعب فيها. لتوضيح فقط 4-1 هي 4 الماتشات الواحد، وغادي تقول لي اجا فيلادلفيا الجولدن ستيت، هادشي كامل غادي نجاوبو عليه في الفيديو الجاي. ومن بعد 3 سنين بالضبط في 3 أغسطس 1949 قررت الـ NBL والـ BEA أنهم اندمجوا مع بعضياتهم، والاجتماع كان في Empire State Building اللي جاي في نيويورك مانهاتن. ومن بعد الاجتماع اتفقوا أنهم يسموها الـ NBA اللي هي الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، واللي كان اللوغو ديالها بحال كرة الباسكت بيضاء ومكتوب فيها National Basket Association. وانتخبوا موريس بودولوف كأول رئيس للـ NBA اللي هو من أصول أوكرانية وانتقل للأمريكان من كان صغير، وكان في نفس الوقت هو الرئيس ديال الـ NHL اللي هي الرابطة الهوكي في الأمريكان ديك الساعة، واللي ديجا هو المؤسس والرئيس ديال الـ BEA. ما بين 1950 و 1953 وقع شحال من حدث في الـ NBA، اللي واحد منها 22 نوفمبر 1950 لعبت مينيابوليس ليكرز اللي هي لوس أنجلوس ليكرز دابا ضد وين ديترويت اللي هي بيستنز ديترويت حاليا، وربحت فيه الوين ديترويت ب 19-18 وكيتسجل اصغر سكور في الام بي اي لحد الساعه، لان ديك الوقيته ما كانش الكرونو 24 ثانيه وكانت الفرقه كتخلي عندها الكره لاطول مده ممكنه باش تحافظ على الربح ديالها. وثاني حدث وقع في 6 جون 1951 ادغارتون بارك ارينا نيويورك، لعبت فيه روشستر رويالز اللي هما ساكرامنتو كينجز ضد انديانا بوليس اولمبيونز، اللي ربحت فيه انديانا بوليس ب 75-73 وكان اطول ماتش في الام بي اي بستة ديال الاوفر تايم و 76 دقيقة في الماتش اللي هي ساعة و 16 دقيقة. إد ماكولي لاعب بوستن سيلتيكس اول لاعب كيدي الام في بي في الام بي اي في الاول ستار جيم. في 1953 قرروا انهم يبدلوا اللوغو ديال الام بي اي من الكره البيضاء لكره الباسكت حمراء وفيها ام بي اي شورت كات ديال ناشونال باسكتبول اسوسيشن للرابطه الوطنيه لكره السله الامريكيه. في 1954 كانت اول مره يطبقوا فيها الكرونو 24 ثانيه اللي جربوها في الجامعات والمدارس قبل ما تطبق في الام بي اي باش ينقصوا تضيع الوقت والاحتفاظ بالكره مع فرقه واحده. 1962 بدلوا عاوتاني لوغو ديال الام بي اي لوغو سامبل بالام بي اي مكتوبه في الوسط، وبقى هاد اللوغو من 1962 ل 1969. وفي 1969 بدلوا اللوغو اللي كنعرفو كلنا لدابا واللي مازال دابا ديال الراجل اللي كيدري بكرة الباسكت اللي من بعد غادي نعرفو شنو سميتو.
1976 قرروا انهم يدمجوا بين الام بي اي والاي بي اي اللي هي الرابطه الامريكيه لكره السله، امريكان باسكتبول اسوسيشن اللي كان عندهم 7 فرق، في 4 منهم اللي دخلوا الام بي اي اللي غادي نعرفوهم في الفيديوهات الجايه. 1979 اول مره كيدخلوا الخط ديال 3 بوان الام بي اي، كريس فول لاعب بيستونز هو اول لاعب كيسجل 3 بوان في تاريخ الام بي اي. كما قلت لكم قبيله غادي نعرفوا الشخص اللي دايرينه في اللوغو ديال الام بي اي، وهو جيروم الان ويست المعروف بجيري ويست ولا مستر كلاتش لانه كان متخصص بالشوت من ستيلان في اخر لحظه. هنا كنكون وصلنا لثالث الفيديو، نتمنى يكون عجبكم انت ولا انت. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوا تديروا لايك وسبسكرايب. شوفوكم فيديو جاي، تهلاو.